وهنبتدي بالرقم الأهم، هو رقم 105، الرقم اللي حددته وزارة الصحة لاستقبال أي استفسار أو شكوى عن فيروس كورونا. مرحبا بكم في وزارة الصحة المصرية. الاستفسارات أو شكاوى فيروس كورونا اضغط 1، لخدمات وزارة الصحة الأخرى اضغط 2. عزيز المواطن، أعراض مرض الكورونا المستجد تشبه كتير أعراض الأنفلونزا العادية زي السخونية والكحة وضيق التنفس، مع ضرورة وجود تاريخ مخالطة لحالة نتيجة تحليلها إيجابي. للتحدث لأحد ممثلي خدمة العملاء اضغط 4. لضمان مستوى الخدمة برجاء العد من المكالمة المسجلة. مساء الخير وزارة الصحة، مع حضرتك. مساء الخير، شرف. الاسم كامل مصطفى ابراهيم جاب. لو انا اشتبهت في حاله اعمل ايه؟ اتكلمنا يا فندم، بتقول لنا الاعراض اللي موجوده واحنا بنقول اذا كان دي حاله اشتباه ولا لا، ولو حاله اشتباه بيتم الابلاغ، بيتم تحويل الابلاغ لطبيب مختص من وزاره الصحه وبيتابع معاه. تمام، متشكر لحضرتك. خلونا دلوقتي نروح للرقم اللي خصصته وزاره التموين لاستقبال اي شكوى بخصوص رفع الاسعار او استغلال التجار، اللي هو 19588. لا يمكن الاتصال به من هذه المنطقه في الوقت الحالي. This number cannot be dialed from this area at the moment. زي ما شفنا مع حضراتكم كانت استجابة وزارة الصحة سريعة وجيدة، أما وزارة التموين كان في مشاكل إن هما ما بيستقبلوش المكالمات من كل مناطق. خلونا نروح دلوقتي للرقم اللي خصصته وزارة النقل لاستقبال أي شكوى أو استفسار بخصوص المترو، وهو رقم 16048. أهلا بكم في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. لشركة الرعاية الصحية والموافقة على الأدوية والتحاليل والأشعة والعمليات اضغط رقم 1. لشكاوى الخط الساخن اضغط رقم 2. لو انا اشتبهت في حاله في المترو اعمل ايه؟ لا، دي مش بتاعتنا، بلغ الشرطه. تمام، طب لو شفت ناس بتعطل الشرطه في كل محطه يا فندم تبلغهم. شرطه في كل محطه بلغهم؟ اه تبلغهم. اه طب لو شفت ناس بتعطس او ناس مش مهتميه بسلامتها؟ قول لسعادتك في المترو، المترو فيها في ناس، في المترو الشرطه موجوده. تمام، شكرا لحضرتك. العفو. ودلوقتي هنروح نجرب الرقم اللي خصصته وزارة التنمية المحلية لاستقبال أي شكوى أو استفسار بخصوص المقاهي أو مراكز الدروس الخصوصية أو الحضانات المخالفة، وهو 15330. التنمية المحلية، مبادرة صوتك مسموع لاستقبال شكاوي واستفسارات واقتراحات المواطنين، سيقوم أحد موظفينا بالرد عليكم. ألو، مساء الخير. مساء النور. كنت عايز اعرف لو حضرتك شفت مركز او كافيه مفتوح اعمل ايه؟ لو شفت مركز ايه؟ مركز للدروس الخصوصية او كافيه مفتوح. ممكن تبعت لي على الواتس او على الفيس او على كده. الواتس 011. تمام. 560. تمام. 67. تمام. 83. طب اكتب ايه في الشكوى دي حضرتك؟ هتكتب نفس الشكوى حضرتك طبعا، وهتكتب اسم حضرتك بالكامل، رقم الكاونت بتاع حضرتك والعنوان بالمحافظة ورقم تليفون حضرتك. هتطلبوا صور للمكان او حاجة؟ يا ريت، لو في صور تبعتها يا ريت معايا. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.